تركي بيك؟ ألف الحمد لله على السلامة. أنت مين؟ شو تركي بيك؟ ما عرفتني؟ أنا حسني ألان كالج مدير حرسكم. مدير أنا حرس، أنا ما بعرفك. الله لا يوفقنا على هالعملة. خير يا سيد، شو في؟ كيف شو في يا دكتورة؟ في مصيبة كبيرة. ولي نعمتنا وصاحب هالمشفى تركي بيك ما عرفني وبتقولي لي شو في؟ شو بدك أكتر من هيك؟ مين انتي؟ وين انا؟ انت بالمستشفى تركي بيك. ليكون صار معي نوبة قلبية، جنبي اليسار عم يوجعني كتير. مو نوبة قلبية، حادث. ليش مين ضربني؟ الكهرباء هي اللي ضربتك يا معلم. لو سمحت طلع لبرا شوي. حضرتك دكتورة؟ مزبوط. طب هذا الزلمة مين هو؟ هذا حارسك تركي بيك. أنا ما بشغل هيك واحد، ليكون هذا مخبر. مراد بيك عنده خبر إني بالمشفى؟ إيه، أنت لا تاكل هم أي شيء. عم يوجعني راسي كتير كتير يا دكتورة، لازم تصوروا لي راسي فورا. تركي بيك عادي الوجع، بس عندك فقدان ذاكرة مؤقت وبعد فترة صغيرة بترجع لك. هذا الحكي مو صحيح، انت لا دكتورة ولا شيء. تركي بيك، نحن بأي سنة؟ 2004. شو هذا السؤال الغبي؟ حكيت رئيس لجنة التحقيق ورح ياخدوا إفادة حقان بكرة، بس اللي بدي اياه منكم حماية عالية المستوى. أكيد، بس اللي وين بنكون تعقدوا هالجلسة؟ بأي مبنى تحت سيطرتكم، بس مو بالمبنى المركزي. محل ما حدا بيعرفه غيرنا، وبتختاروا كل عناصر الأمن بدقة عالية، ما بدنا أخطاء. على عيني. وبتدير بالك، ما بدي حدا يعرف بهي العملية غير أنت وألبير. شو هذا ناوي ينفت كل مرة يا ناظم؟ قلتك حقان بيقدم إفادة ضدنا يا ناظم؟ أكيد معلم. معناتها ما لازم نتفرج وبس. شو بتأمر معلم؟ سهلة بمراد علمدار. قلت لي انه تم اختياري، بس ما اتفقنا انه ننفذ الاوامر. صحيح. معناتها ليش انتوا عم تدبروا اشياء من ورا ظهري؟ بس نحن ما دبرنا اي شيء من ورا ظهرك. خطفتوا حقان من مشفاي وبدون ما تخبروني. دكتورة أوسو متخفية وما كان بدنا نكشفها. بس انكشفت. بعدين مو بس أنا يلي كشفتها، هنن كمان. لو كنتوا خبرتوني بالقصة
وقلتوا لي انه حقان مهدد بالاغتيال كنت تصرفت. بس قصة الاغتيال كلها مجرد حجة، شو السبب الحقيقي؟ بدل ما تهدم اسكندر الكبير مثل ما طلبنا منك بنيته، وانت قلت انك رح تحقق الهدف، بس عم تتصرف بتسرع وقلة صبر. واستجواب حقان قدام اللجنة هلأ غلط كبير. ليش غلط؟ اللي راح يحكي حقان هلأ متعلق بشخص اسكندر، بس هذا الشيء ما بيضمن أكتر من دخول اسكندر على السجن. أما باقي الشبكة واللي فيها وكل أسراره وأهدافه القذرة راح تضل برا. إذا كان اسكندر هو قائد الشبكة، فلما راح يوقع بإيدي راح دمر شبكته ورجاله وأسلحته، وما راح خلي شي على حاله. الخيار إلك مثل ما بدك. نحن ممكن نساعدك بأي شي تاني كمان. شوف كيف رجالك ورا بعضهم عم ينأزوا يا مراد. بدك ندعمك بفريق قوي؟ هالمهمة نحن رح نكملها أنا ورجالي، بس بدي منكم شغلة واحدة، كونوا واضحين، ساووا كل شي بعلمي. شو المناسب نروح لعنده ونرد عليه؟ منشان نضوي على القضية منروح على المريخ ولا عند أي حدا بالدنيا. المسألة مو شخصية أبدا. سيدي الرئيس، بهالطريقة بتتأثر مكانة المجلس. كل ما حدا طلبنا بدنا نروح لعنده هيك. هاي حالة خاصة، نفذ عمليات كتيرة باسم اسكندر الكبير وارتكب جرائم وكان شغال بالدولة من زمان. الشغلة مو تعالي ولا تكبر، بده ضمان، وإفادة هذا الزلمة بتغير كل شيء. أنا موافق سيدي، بدل ما نحكي ونضيع الوقت خلينا نجرب. شوفي أعظم بالنسبة لهاللجنة من شرف إسقاط أسوأ رجل بهالدولة يا جماعة. لما انتخبونا بهاللجنة ما كان هالشي باعتبارنا، حتى إذا متنا منكون فدا الوطن. مين موافق؟ لكن بكرة منطير على اسطنبول. ما وقف عن صريخ معلم، خفنا يصير شي لهيك بعتنا لك خبر لتجي. شبك ولا؟ بدي مراد على مدار، لازم له شغلة مهمة. في أوامر تانية؟ شو مفكر أوتيل أبوك هون؟ احكي لي إلي شو بدك؟ أنت مانك من مستواي، ما رح أقول لك. وصار في إلك مستوى يا كلب؟ لساتك موجوع ما هيك، بس متحسن كتير. احكي لي بصراحة، شو احساسك لما بتعرف انه بالدنيا نضل عايش؟ ها؟ اكيد رح تطق من القهر. اذا بتروح على اخر الدنيا وبتغير شكلك باربعين عملية بدي اقتلك. ميماتي كيفو؟ حب الهيروين؟ خليه يعطيك شوية هيروين بركي بترتاح يا عبد الحي، وإذا ما عطاك أنا بعطيك بكل سرور. إيه؟ معلم معلم
يا معلم يا معلم يا معلم. خير محمود؟ عبد الحي وحقان. اتركوا يا معلم. معلم. يا معلم مشان الله يا معلم. رح يموت يا معلم. خنقته يا معلم. مشان الله يا معلم. اتركوا مشان الله. معلم عبد الحي هيك ما بيصير. عبد الحي. عبد الحي. ولك انت شو عم تعمل؟ معلم انا بدي اقتله. موتني بعدها اذا بدك. يلي ما بيسمع كلمتي بقتله. روح من وشي. جيبوا له مي. وانت ما بتفوت حدا بدون امري. مفهوم معلم. يسلم لي. شو تعود على خالته كونول مو علي؟ اصلا انا اللي تعودت عليه يا ماما. وتعودنا على القعده هون كمان. صعب نترككم بس انا قربت خلص نفض البيت. رح تمشوا؟ ليش ضايقناكم؟ استغفر الله. هي الصيف على الابواب وصار الجو دافي. قضي هالصيفيه هون بعدين بتنتقل. طيب بلكي الجماعه حابين ياخذوا راحتهم. لا والله مو هيك بابا، بس خايفين نكون تقلنا عليكم. بابا انت وماما ما قصرتوا ابدا. بهاي الفتره اعطيتونا كل شيء بدنا اياه. صح ولا لا يا كونول؟ اللي اياد شو رايك بكلام حكمت؟ انت موافق عليه؟ كل واحد بيقعد محل ما بينبسط يا عم عمر. القعدة معكم حلوة كتير، بس يمكن حكمة والأخت جونول يكونوا مبسوطين ببيتهم أكتر. وانت اللي وين بتكون أسعد يا ابني؟ ما بعرف. شبك قول اللي بقلبك يا إياد. أنا ما عندي شي أقوله عم عمر. شو ما بيقلي الأخ مراد وين ما حطني أنا تحت أمره، بس حابب كون مفيد أكتر من هيك، أو بالأصح حاسس حالي ما بفيد شي بنوب. يا ابني مراد خايف يصير عليك أي شي لا سمح الله، وبده يحميك مشان هيك بعدك مو أكتر يا ابني. مزبوط. بس يا ماما نازك، اللي بعرفه أنا إذا كان مقدر على الإنسان شي بده يصير وين ما كان. هاي سنة الكون. طيب قلت له لمراد عن إحساسك يا ابني؟ أنا ما حبيت أزعج أخي مراد لأنه شغله لفوق راسه. أنا برأيي مراد بده إياك تكون سعيد، وممكن يعمل أي شي مشانك. لاقي الوقت المناسب وفضفض له يا ابني اياد. رح قله بابا عمر. طيب بابا عمر، انت بتسال مراد اذا كان مبسوط او لا؟ ما بيحب يحكي معي بهالمواضيع. ما بعرف اذا بيحكي مع امه. يلي عم يقوله قدامي يا عمر هو اللي بيقوله قدامك. بس معي بيحكي عن الشغل مو عن قلبه. يعني ما بيحكي شيء إلا عن الممنوع. الاستمتاع ممنوع والزواج ممنوع، كأنه إذا بدك تخدم الوطن بينمنع البسط. طيب فهمنا شو الممنوع بس ما عرفنا شو المسموح. اللي بعرفه يلي مثله عندهم دائما ممنوعات. أنا بحترم شغله كتير لمراد وهو ناجح بعرف، بس أنا بتمنى
يعيش هذا النجاح بحياته الخاصة. العقل بيجيب نجاح، بس السعادة بالحب. الحب أجمل شيء ممكن يعيشه الإنسان، والحب العقل بيخلي الإنسان يجن، والعقل بلا حب بيجيب الخراب. الله يطعمنا العقل والمحبة سوا. أنا مالي خبر حقان حيقدم إفادة يا معلم. إلا كان عارف. أوكي يا معلم، مراد ما بيوثق فيني أبدا. طيب أنت بتوثق بحالك جنكيز؟ لا معلم. معناتها مين بده يوثق فيك؟ بعتني أنا، وصار الوقت تبيع مراد كمان. الله يسامحك يا معلم. جنكيز، بدك أنا كمان أكسر لك بريق على راسك؟ أنت ما بتعرف إني بعرف كل شيء، وبيوصلني اللي بده يصير بالتفصيل. بدي إياك تعرف لي لوين بدهم ياخدوا حقان بأسرع وقت، ولسه الأهم من هيك، بتحط بيناتهم واحد من رجالك. حقان لازم يموت. صباح الورد. والله إلي زمان ما جعت هيك. إيه؟ ليش مو عاملي شاي؟ ليش مكشرة هيك؟ ولا شي. لا صدقتك. بس ما نمت منيح. وشو فيها؟ بتنامي بالنهار؟ شو في وراكي؟ انت شو رح تعمل اليوم؟ بمين؟ عم بمزح بس ما ضحكتي. رح تروح لعند الدكتورة؟ فهمت القصة هلا. شو ما بيصير شي بين الدكتورة والمريض؟ ارتاحي. شو هاد؟ ما هيك حكيت. لما المرأة بتكشر مثلك على سفرة الفطور هيك، يا الزلمة ما كان كويس معها وزعلت، وأكيد مو هذا السبب. يا أما فتحت جزدانها من الصبح ما لقيت مصاري، وهذا ما صار. معناتها الخيار الثالث أسر حمراء وشعرة طويلة. ميماتي بدك تروح؟ أنا دكتورة؟ هاي للمجانين، ما لي شغل معها. أكيد ما رح أفطر مع مرة عابسة هيك مثلك. إيه بلاها ستي، لروح لعند شريكي بلكي بيبتسم لي. مين شريكك؟ بولوت محبوبنا. ما بقدر بلا ما أشوفك وشوفه.
لازم. أمور معلم. كأنه شعراتك طولوا. امشي. عبد الحي بتجيب النواب من المطار. ليش معلم ألبير ما رح يجيبهم؟ بدك تراقب من بعيد، وأنا رح راقب حقا من بعيد كمان. معلم ما بيصير ما يتجوز الخال بهاليوم اللي فيه هيصة. عمران إذا بدكم تنطروا يوم عادي ليتجوز بتنطروا 20 سنة. سلم لي عليه، وبس كتب كتابه بشره إنه رح نلاقي طريقة لحتى نطالعه. بدكم طالعوا لليلة واحدة بس؟ خلصنا. ماشي معلم. كله تمام؟ ناقص واحد سيدي. ليش؟ أخذ ابنه على الدكتور. رح يتأخر شوي. طيب جبتوا واحد تاني؟ طبعا معلم، إجا وراح ياخذ محله فورا. ما بدي اخطاء بنوب ولا الطير يمرق. كل شيء يكون حسب المخطط. حقان رح يقدم الإفادة. اسكندر اليوم بده ينتهي. هاي لقيتها بجيبته. شفتي عم يتعاطى؟ لا ولا مرة، بس مبارح بالليل صارت شغلة. طول بالحمام كتير، كاظم كسر الباب، ولما فتنا كان جمدان ما عم يتحرك وإيده كانت حمرة. ماشي لا تحاكي، أنا بتصرف. شيتين تفضل يا ابني. مرحبا ستي. هاي ما اجيت فاضي. ايدك لبوسة. ليش عذبت حالك يا ابني؟ هاي كنافة ومبرومة لنتحلى ونحكي حلو. ستي حبيبي حلال ولا حرام يا ابني؟ منين جبت المصاري؟ بعتتهن امي ستي. حلال. ايه اذا هيك تفضل لجوا هلا بيجي. ماشي. كيف معلم؟ شيتين؟ كم حركة ممنوعة عملت لبين ما فتت لهون؟ حركات ممنوعة معلم؟ رفيق رعد؟ عدوا لشوف. معلم الشعب الكادح لا تبوس ايده بالمرة، ما دام كادح يندس. عدوا له. أنا بصلح لك، معليش أنا ما راح أيأس من التصليح. التصليح من مقومات الثورة، وخوفي من هالمقومات يا تروحكن يا تروحني. ليش بوست الإيد ممنوعة؟ لأن الثقافة برجوازية معناها الانحناء قدام السلطة. ليش ستو لرعت السلطة يا معلم؟ معنويا إيه؟ من مين كنت تاكل قتلي أنت والصغير؟ من ستي. ها شفت بقى؟ بقايا الإقطاعية بتدوبك يوم بعد يوم. تانياً جبت حلو، وهي عمالة غير مباشرة. معلم أنا جبتهم خصوصي مشانكم. أنت تصرفت بنية طيبة رح أعفي عنك. بس الثوري بيكذب شي ولا؟ مو القادة الكبار خدعوا الروس يا معلم؟ لا يا قال المصاري من أمي حلال. قليل أدب. جوز ولا فستو؟ ليش بروسيا في فستو؟ لك عم بحكي عن الكنافي. نزل سكري والله. ستي وين الكنافة؟ المعلم نزل سكره. لا تنق جاية. لو لحبي للبشرية بخنقها لهالعجوز.
ليش كان لازم إلا إنه هي المصاري مصاري هيروين؟ ليش هي مصاري هيروين ولا؟ عم نجمع مصاري من كل قرنة يا معلم، شو يعني ناوي القائد يهرب؟ مو ليهرب، ليطعم اللي فوق. بس أنا رح طعميه رصاص، رح فضي المسدس بتمه لهالسافل. معلم يسلموا صحة وهنا. معلم بتحكي عن التكتيك وعن الاستراتيجية وبتقول تحليل، وتعال بالمدينة، مو لازم ما تاكل بالشوكة معلم؟ ليش رعد بيعرف يعمل شي يا تشيتين؟ لك حتى ما قدر يأمن لقاء بين بيروقراطي مجنون ومعلمك اللي هو أنا. ومين هذا البيروقراطي؟ حسني قوشاق. قلقش يا متخلف. وعم تقول اسمه يا متخلف؟ لا ما قلت معلم. وليش عم تقوله قدام هالواشي ها؟ معلم عن جد جرحت مشاعري الثورية. شيتين هذا مو وقتك، لازم اوصل للزلمة ومراد على مدار يلاقي الهيروين. معلم اعطيته الخطة كلها؟ ايه معليش، المهم عندي مشاعره ما تنجرح. شكرا كتير يا معلم، ورد لمعروفك رح اعمل معك شي كتير منيح. قليل الأدب. بس لو ما كنت بحبه لتشيتين صدقني كنت رح أوصك عن جد، بس الله من عنده بده يحميك. بدك تقوسني وأنا بحبك يا معلم؟ مسيك هاد رقم حسني المجنون. تشيتين هاي أول مرة بتكون مفيد. آخ يا وسخة الثورية. ها؟ برافو. معلم مو لك نقفة شايطة شوي صغيرة؟ شو رأيكم؟ أطرأ قليل. صحتين معلم وانت كمان. ماشي شكرا لك يا ابني. حسني يالن قلتش. هاي مصاري القتاوي والهيروين كمان. حط هاي بخزنتي والبقية بعتهم للقيادة. أنا بأمرك معلم. ما في شي أخبار عن مورو؟ نحن ورجال فتشنا كل المحلات يلي ممكن يروح عليها معلم، صراحة ما في أي خبر عنه. مورو ما بيطلع برات البلد، دوروا عليه.
المجنون ما عم يجاوب. ليكون الشيتين اعطانا رقم غلط ولا؟ اللي على الكرت اسمه معلم. بلكي طابعين الكرت غلط. راح ضل حاول ليرد. بدك رد على التليفون بقى ولا؟ ناس بلا ترباية لسه بيطلع رقم مجهول. دكتورة ركبي كتير عم توجعني. بس لفترة، هذا تشنج. هديك الدكتورة هيك قالت كمان. تركي بيك هاي مو الدكتورة، أوسو خانم. انتي مانك دكتورة؟ دكتورة ما عم تتذكرني مو هيك سيد تركي؟ ليش لازم اتذكرك؟ آخ بعد كل هالحب. لو سمحت ما في داعي لهالحكي. أنا ما بعرف هذا الزلمي وأرق رأسي من الصبح. الظاهر بدك ياني فش خلقي فيك. بعتذر كتير، بدي اطلع لبرا دقيقتين بس. مين انت ولك؟ ليش عم تدق لي من رقم خاص؟ احكي منيح، الرقم الخاص ما بياكلك ولا بطلت زلمه ولا؟ عم نبهك ما تتطاول ولك. لك مجنون شو بيطلع بايدك ها؟ قل لي يا قليل الذوق. ما بتستحي تتمسخر على امراض العالم؟ مين انت؟ مين؟ معلمك ما عرفتني؟ حقيقة الصوت مو غريب. مورا طيب والمنظمة طيب تعال بالمدينة. طيب أنا شو بيعرفني إذا كنت أنت مورو ولا واحد تاني؟ إيه مورو. رفع رجلك. دب. شلونك؟ طيب شو بدك مني؟ ليش عم تلحقني؟ حبيبي جيتك لنتعاون وهربت مني. حسني جاي أعطيك معلومات مهمة. عم تسمعني؟ خير. هالتليفون بدنا نحكي أسرار. تعال لمحل ما بقلك ولا تجيب معك مجنون تاني. بس اوعك تقلل الادب معي. ترك لي قلة الادب تبعك. شارع النيتو بعرفه. بعرف انك بتعرفه اكيد، بس ما بتعرف شارع السلام، شارع الحرية، شارع الاخوة، شارع الصداقة. سجل عندك. عم سجله. جاي لعندك. يلا خلصني رايحين. يلا لك أجدب. لوين بدنا نروح معلم؟ بدنا نروح محل ما بيقلنا عقلنا. طلع. جايين جايين نحنا جايين عم ننادي بأحلامنا. عشمالي بحر هايج، عشمالي بحر هايج، وعلى يميني في حمار. حلمي اصحى وانسى هالوش اللي بيقطع الرزق وهالمصيبة اللي ما إلها حل. خلصنا حسني، خلصنا. شو هالزلمة؟ لك شو عملت أنا؟ حدا بيعطي رقمه لمجنون؟ خير معلم، قال طلبتني. تعال عود بماتي. ليش لا؟ ما عندي شغل. مستبعد من العمليات. بقعد يومين وشهرين كمان. ما في داعي سلطانة. اي ماشي، بتحب تشرب شي؟ لا يسلموا. مهم.
شو عم تقول معلم؟ انت اللي شو بدك تقول؟ هاي وقعت من جبهة جاكيتك. ميماتي تعطيت ولا ما تعطيت؟ مين جاب لك ياها؟ ممكن تجاوبني أول؟ معلم كيف بتفكر أني تعطيته؟ ميماتي أنا ما عم فكر، عم بسألك. وحتى لو فكرت معي حق ولا لا؟ في بضاعة بإيدي وقعت من جيبتك، اللي تعطيت ولا ما تعطيت؟ بولوط الواطي حطهم، قال إذا احتجتهم بيكونوا معك. عم يمزح أكيد. ماشي، هذا كل شيء. هذا مو كل شيء، أنت ما عم تسقفيني. لا مو صحيح الحكي، بس وضعك حساس شوي. بعدين جاوبني، لو كنت أنت محلي بتتركني شيء؟ معناتها أنت لا تتركني كمان إذا ما بتوسقفيني. كيفك ميماتي؟ شو دخلك؟ انتوا جاهزين البير؟ جاهزين. محمود طالما ما عم يرد علي بعطيه المعلومات بعد ما ارجع. انت هون لا تتحرك، بس دق لك تعطيني العنوان المكتوب على الحيط، فهمت؟ امرك. كاظم. نعم معلم. مين عم يفتش بجيوبي؟ مين معلم؟ ما في شيء خلاص. سلطانة لقيتي شي كيس وعطيتيه للسيد مراد؟ يعني في هيك غبرة بيضة. لا لا والله. مراد على مدار. وشو بدك؟ ضروري احكي انا وياه شوي. احكي لشوف. هاتو. شو هاد؟ في مجموعتين مراقبة، لشو هالشي؟ معلش البير، بس لحتى يشهد حقان عندي استعداد حط 100 مجموعة مراقبة بالشوارع. عم احسب حسابي. نلتقي بالكراج. يعمل هالواطي هون؟ ميماتي نزل سلاحك. شو هاد؟ ميماتي انا اخده لاوصه. عود وطول بالك. وليش لتاخده معلم؟ باوصه انا.